قرأت في إحدى التغريدات لأحد الشباب وكان قد كتب فيها: إلى أهلنا في النيجر وتشاد وأفريقيا الوسطى، نبشركم أن السودانيين قد هربوا كلهم إلى مصر والسعودية وإثيوبيا، عشان كد استعدوا كي نرحل لأرض النيل الواسعة، ونرجو منكم أن ترحلوا في أقرب وقت إلى السودان لنتقاسم الغنائم. أولا، السودان التي تتكلم عنها شكلك لم تعرفها جيدا ولم تعرف تاريخه. السودان مقبرة للطغاة، واعلم جيدا من أتى ليسلبنا أرزاقنا فوالله لن يخرج من السودان إلا جثة هامدة. لذلك يا أخي، نحن منذ أن خلقنا في هذه الدنيا، منذ أن ولدنا، سمعنا صوت الرصاصة بأذنينا ورأينا الموت بأم أعيننا، فوالله ثم والله إن آتي من بلادك كي تغنم سترجع إلى بلادك جثة هامدة، لأن الخرطوم مقبرة للطغاة، لكل ظالم ستكون الخرطوم مقبرة لهم. كل من يريد أن يفتك أعراض السودانيين وأن يسلبنا أرزاقنا ستكون الخرطوم مقبرة لهم. ولا نتكلم، ادخل إلى الميدان وستعرف ذلك، ادخل إلى الميدان فقط، نحن لا نهدد بل نفعل. وتعال أنت والذين معك، وسيكتب التاريخ أنكم أتيتم لكي تغنموا ولم ترجعوا أصلا إلى بلادكم، لأن السودان ستكون مقبرة لكم. السودان ستكون مقبرة لكل من يريد أن يسلبنا أرزاقنا وكل خاين. نحن لا نتخلى عن أرضنا، وستعلمون لمن كتب الدار.